الو، ايوه انوس، ايش فيك؟ هلا يمه، اليوم عندي عمليات لي قبل يمه. يا ذلك روحها للجمعيه عاد، لا تنسينا، ما يمديني اروح الجمعيه، ولا تنسينا تمشلي لنا من هالخضره وهالميوه وياك. هاي يمه، ما قالت لي نورما ان عندك عمليات اليوم. ايش دعوه يمه، يعني انا بتحزر على شويه خضره وميوه الله يهداك. لا محشوم حاتم الطي. خيشتين بصل يمه. خيشتين البصل هذا الحمر عرفتيه؟ ما شاء الله بصل. والله لا بطراسه. وخر عني، خلني ادش. وخر يا اخي، وخر عني يمه. زهير ولدي ما هدنا. وخر زهير امي. وخر. أبلش منو؟ أبلش منو؟ عيب يبا، أنا مثل أبلش. عزيز 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 الحلال مو هني، قلنا لك مو هني. لا هني، أنا شايل سيارتك تحت. أنت فهمني بس، إيش بينك وبينه؟ أنت هني تسمعني، إذا ما طلعت والله لا تفركني. شنو هي فوضى؟ هذه الشرطة يا بالطريق تروح ولا يتلونك من أتراك. الله ياخذك يا انوس يا ويه الفلس. يا كلموني يا دار الصلاه. احضر من خشان. إلك ترى المكان كله كاميرات والكاميرات شغاله، اشتكي عليك اقطك راسك. شبان فهمني، فهمني ايش بينك وبينه؟ قول لها ايش بينك وبيني. ما تدقوا على الشرطه بسرعه. انا ابيهم يدقون على الشرطه يا كلب يا حقير. بس انا بعرف ايش فيه، ايش فيه الريان. تبي تعرف ايش اللي صاير؟ دكتور المحترم هذا سوالي عمليه نحت، ولما فتشت الشاش اليوم وعرسي حكم اسبوع. ولا انا كذير زهير؟ شو هذا؟ انت اصلا ما قلت انك تبيهم، ما قلت لي خلهم. وليش اشيلهم اصلا؟ انت مجنون عمري. انت موقع على اوراق، القانون لا يحمي المغفلين. لك حيل الكويت رد بعد يا نصاب يا حرامي. زهير ايش قاعد يقول الريال؟ فهمني. ماما هو موقع على اوراق تنازل، يعني قانونا انا ما استأصلته من غير اذنه، هو ما قرا، انا شنو ذنبي؟ وخر زين وين وديتهم؟ وين؟ زرعتهم ابو حد ثاني. ماما عليهم طق بسوقنا شحيح ما في. يا كلب يا حقير قط اللي في ايدك بالارض. هيل هيل والله. يلا 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 ملحوقه ملحوقه. يلا والله ملحوقه. شهدوا عليه، شهدوا عليه، قاعد يهددني. كلكم شهدوا عليه. يلا اذرف. يلا كامل أوراق. بلها واشرب ماي هالأوراق. من متى احنا نستخدم ثقة المريض وبساطته ضده؟ من متى الأوراق هذه سلاحنا؟ أنا متأكدة إن هالآدمي ما قرأ. ماما غلطته. انشب! أنت طبيب تجميل، مو قصاب تقص وتلزق. ماما ايش تتكلميني كذي؟ انا ريالش طولش ارضي تحتي موظفين، ماني ياهل. انت ياهل؟ اوكي يا الكبير. بصفتي مديرتك ومالكة المكان اللي انت تشتغل فيه مخصوم عليك اسبوع. وعملياتك بتوزع هالشهر على كل زملائك، والحين تروح المخفر وتسوي تنازل وتعوض الرجل ماديا لين يرضى. ماما انا يعني ان قلت في وجهي مره ثانيه انا ماني ياهل، بقطع عليك مصروفك ومعاشات خدمك واقساط سيارتك وسياره مرتك ومدرسه عيالك، وبطردك من جناحك في بيتي. ماما وكلكم يا هال لما اتكلم وتقولون حاضر. ما سمعت؟ حاضر ماما. وانت ليش واقف انت الثاني؟ ليش مرتز؟ كعبالك الموضوع بنتين زفة امي. انا بقدم فيك شكوى عند نقابة الاطباء. انت عار على مهنة الطب. بس في مجال حدا ممكن يتصل بزوجي؟ اي حاضر، انا اتصل لك. كم الرقم حبيبتي؟ 955.
0-9-1-2-8 أو شنو هذا؟ حبيبتي عفوا الرقم مرة ثانية 0-9-5-5-0-9-1-2-8 عفوا شو اسم زوجك؟ أبو مقداد. أبو مقداد؟ وأنا أقول يما الله يخليك تبرعي حق اللاجئين بالمخيمات يما كسوة اللاجئين كذي يا أبو مقداد. ألو السلام عليكم أمه. ها بشرى سلسبيل ولدت؟ بلا حشام اللي ولدت. ما أسمع يما يمي إزعاج قلتي؟ مرتك الثانية اللي ولدت. يما الله يرضى لي عليك يا يما تهدي اعصابك وانا شو سويه معاك هذيك الفقيره عشان تاخذ عليها وحده ثانيه حايفتك حوف والله يا يما اني ما اخذت اهلي اشباع غريزه اشوفها حامل خذيتها ستر اخت واحد من رفقاء الدرب خذيتها لارحمها من البرد والجوع هيا نزاروه رد البيت وانا اتحاسب معاك بعدين ونشوف موضوع هذه المره الثانيه يصير خير يما اسمها غزوه غزوه باكر جهاد وعقب افغانستان شو ورانا احنا ما ورانا شيء لا عيال لا بيت لا مستقبل هيا نزاروا هيا يلا انا اذنكم استسمحكم وين يا دكتوره خلينا نستدعي حفيدك عشان مالي حبيبتي عندي ولاده في مستشفى بعيد ربي لا تروع احفادي ربي لا تروع احفادي شاهين شاهين ايش درات يما ايش درات ايش دراني بشنو لا يكون بس عيال اخوك معاها بالسياره لا يما لا عيال اخوك اللي كان لا عيال من هو من صوبنا على سنة الله ورسوله يما على سنة الله ورسوله غصبا علينا والله العظيم غصبا علينا أنا أدري قتيبة ما يستاهلس يما شو أسوي شو أسوي يما هو اللي وصلتني بيني وبينه يما شو أسوي